هلا شحفا، ايش حالك؟ علومك ايش حفا؟ سكت سكت سكت، ما تشوفني مشغول يا شحفان. يلا خلاص عاده رقم قياسي، ما شاء الله على ولدي تجوري، هذه اسرع مده توصيلي بالتأ. انت التحرى ولا لك شراره بيفوز بالسباق؟ تجوري تو وصل طلبي المدينه خليفه في 18 دقيقة و52 ثانية وثلاثة جزء من الثانية وشي بعد كسور منك. يدي اندوك البيزات. شو ناقص ربية؟ قالوا لي الجاي برد، ليه ما وصلته وما دفعوا لي المبلغ كله.